تحديدا في أغسطس عام 2016. في هذاك التاريخ استشعرت القبس بأن عالم الصحافة التقليدية مقبل على تغيير وعلى تحديات كبيرة ما راح تخطر على بال أحد. من ذلك الوقت فعلا الإدارة خذت الإجراء وخذت الرخصة الأولى وهي رخصة رقم 1 من وزارة الإعلام المتعلقة بالإعلام الإلكتروني، والمسؤول الأول المشرف عليها وهي أصلا تحت اسم السيد نائب رئيس التحرير عبد الله غازي المضاف. لكن اليوم احنا مع العزيزة فوربس المشهورة والمشهود لها في قوائمها وتصنيفاتها اللي تطلع للعالم وللشرق الأوسط، واليوم إن شاء الله بتطلع لنا قائمة أولى محلية للمبادرين وأفضل 20 مبادر ورائد أعمال داعم لهذا التحول الرقمي اللي بلشت فيه مقدمتي. In Kuwait, entrepreneurs and SMEs are playing a key role in the economic landscape, leveraging innovation and technology to impact the country and its continued growth. Today, we are going to be listening and learning from experts in their field through 3 panel discussions that will discuss the biggest and most impactful topics and trends in Kuwait's fintech, e-commerce and digital markets.